سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. نيمار، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. ناينغولان، لوكاكو، عدى من جهة اليمين، ينتظر مساندة أكبر. الحريفان لا يلعبان كرة مثالية، احتفاظ الكرة تقريبا ضعيف. ميسي يستعيد الكرة مرة أخرى ويمر، كرة طولية من الحارس. سافيتش يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. نيمار يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. ناينغولان، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. يلعبها طولية، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. الله، التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. سافيتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ستيرلينغ ويلعب العرضية. نيمار، سافيتش ينطلق إلى الأمام بسرعة. سافيتش يلعب، لوكاكو فرصة هجوم معاكس، يحاول تمريرها من بين المدافعين. نيمانيا ماتيتش تلعب الكرة إلى الأمام. رونالدو يفقد توازنه. نيمانيا ماتيتش، ناينغولان يلعبها لمنطقة الخطر، لمسة بينية، كرة طويلة للأمام. لوكاكو الآن إمكانية المرتدة. مع تكرار مثل هذه الصورة، مع تكرار مثل هذه الكرات المقطوعة، واضح لدى الجميع الالتزام التكتيكي الرائع في الملعب، الانتشار الجميل. محمد صلاح، الكرة ملعوبة من مسافة. نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريستيانو رونالدو، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. سيستلم هذه التمريرة الطولية. رحيم ستيرلينغ، وصلت إليه كريستيانو رونالدو، تصدي رائع جدا من الحارس.
كريستيانو رونالدو عمل اللي عليه بصراحه، سدد كره جميله لكن حارس المرمى كان له راي اخر تماما. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. كريستيانو رونالدو يحاول أن يلعب كرة بينية، محمد صلاح نهاية 45 دقيقة أولى. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. يمر يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الحكم يشير إلى وجود خطا ضربة حرة. تسديدة أخرى، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. بابي نعم سددها بشكل رائع. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة بينية، يقطع الكرة. كريستيانو يفعلونها يسجلون في المرمى الآن هدف. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. نايم جولان يسيطر على الكرة، يمر يلعب كرة بينية. فيليبي لويز يلعب كرة عرضية داخل 18. رحيم ستيرلينج يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يغير اتجاه اللاعب على الجناح. نيمانيا ماتيتش. ليفربول ظهر بشكل قوي في بداية شوط المباراة الثاني، استعداد قوي لهذا الشوط. هدف مقابل لا شيء الآن. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الكرة المعتادة، دفاع متميز جدا.
لمسة بينية. ميسي كرة من جهة اليمين. نينجولان يحاول تمريرها من بين المدافعين. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. جولو كانتي لاعب يستحوذ على الكرة. انطلاقة الآن إلى الأمام. محمد صلاح. إمكانية مرتدة الآن. مرت الكرة. سافيتش. يبحث عن المهاجم. هجمة مرتدة الآن. محمد صلاح يحاول أن يلعب كرة بينية. الآن فرصتهم للمرتدة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. الوكر والكرة راية بعد ذلك وتسلل. نينجولان. جولو كانتي يمرر كرة قوية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. نينجولان. كوليبالي. محمد صلاح. سافيتش يلعب كرة بينية. هل ينجح في المرور؟ بابي. امتدت الكرة من العارضة. كريستيانو. هدف غير عادي. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. خلاص يمكن القول انهم ضمنوا حسم هذا اللقاء بالتأكيد. لوكاكو. سافيتش. كريستيانو رونالدو يحاول ان يلعب كرة بينية. الحكم كريستيانو. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز.